السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ ان شاء الله اخوكم محمد وحيد بربي حمام لاحم فرنساوي بيوم، وان شاء الله هنتكلم في كل ما يخص الحمام اللاحم الفرنساوي البيوم، تمام؟ من اول المواصفات لحد العلاج وطريقة التربية بتاعته وازاي بيتربى وبيحب ايه ومش بيحب ايه، كل شيء عن الحمام اللحم الفرنساوي ان شاء الله هنتكلمه مع بعض في حلقات تانية كتير. النهارده ان شاء الله الحلقة دي مخصصة للمبتدئين اللي ما يعرفوش يعني ايه حمام فرنساوي لحم، وفي معلومة مهمة هنقولها ان شاء الله في اخر الفيديو. الحمام اللحم الفرنساوي هنقول النهارده مواصفاته، المواصفات الظاهرية والمواصفات الغير ظاهرية. يعني حمام اللحم الفرنساوي حمامة ليها مواصفات ظاهرية باينة كلنا شايفينها وبنشوفها بعينينا، وليها مواصفات غير ظاهرية المربي هو اللي بيشوفها لما بيجيب السلالة ويربيها عنده، تمام؟ أنا هجيب لكم النهاردة فرد حمام وأعرفكم مواصفاته بالظبط. ده فرد حمام لاحم فرنساوي، تمام؟ تبقى حمامة أول حاجة تشوفها إن هي بيضة، بيضة خالص زي ما انتوا شايفين كده، مفيهاش أي لطش، مفيهاش أي ريشة بلون تاني. تاني حاجة رجل الحمام تبقى رجول حمراء بالشكل ده، مفيهاش أي شعر خالص، أي ريش، تمام؟ مبيبقاش فيها أي ريش نهائي. تالت حاجة بتبان هي العيون، عينين الحمامة اللاحم الفرنساوي بتبقى عينيها لونها أحمر، تمام، من جوه، والجفون بتاعتها بتبقى جفون لونها وردي، اللون الوردي او الابيض، مش هتفهم. دي المواصفات بتاعت الحمامه اللاحم الظاهريه، تمام. الحجم بتاعها زي ما احنا شايفينه كده، ولا كبيره ولا صغيره، حجمها حجم متوسط، تمام، وبتبقى زي ما انتوا شايفينها كده. ده ذكر عليه اربع اشياء. أول حاجة في الحمام اللاحم مواصفاته الغير ظاهرية، بقى احنا اتكلمنا دلوقتي على المواصفات الظاهرية، المواصفات الغير ظاهرية للحمام اللاحم، سرعة الإنتاج بتاعته دي أول نقطة وأهم نقطة، سرعة الإنتاج بتاع الحمام اللاحم، والحنية، وزق الزغاليل بيزقها كويس، زغاليله بيخاف على زغاليله. وهدف الحمامة اللاحم الفرنساوي دي هدفها الوحيد حاجتين، تبيض وتزق زغاليل، ده الهدف الوحيد من الحمامة اللاحم، تمام. المعلومة بقى اللي انا هتكلم عليها ان يا جماعة مفيش حاجة اسمها حمام لاحم فرنساوي بيور جامبو، مفيش حاجة اسمها جامبو في الحمام اللاحم الفرنساوي. لو عاوزين تتأكدوا من المعلومة ديت ممكن تدخلوا على الويب سايت بتاع شركة الشركة المنتجة للحمام اللاحم في فرنسا وتتأكدوا بنفسكم اللون الأبيض وتشوفوا المواصفات بتاعته مكتوبة ازاي وكل التفاصيل عنها، هتلاقي الشركة مش ذاكرة أي حاجة اسمها حمام لاحم فرنساوي بيقول جامبو، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. في نوع اسمه كيرنو، ده نوع تاني، مش حمام لاحم فرنساوي ولا حاجة، ده نوع تاني اسمه كيرنو، ده بيبقى يعني حجمه كبير زي الكينج كده، بس مش لاحم، تمام؟ دي المعلومة اللي الناس كلها بتقع فيها وخاصة المبتدئين، يقول لك مطلوب حمام لاحم فرنساوي جامبو،
مفيش حاجه اسمها الكلام ده. يوجد فرد حمام، يوجد جوز حمام لاحم فرنساوي بيقول جامبو، مفيش حاجه اسمها جامبو. في حاجه اسمها حجم كبير شويه، في حاجه اسمها حجم صغير شويه، دي بتفرق وبتبقى نتيجه للاب والام في زقهم للزغلول. في اب وام بيزقوا زغللهم بيخلوهم يطلعهم حجم كبير شويه، في اب وام بيزقوا زغللهم بيخلي حجم صغير شويه. ممكن اللي بيزق زغاليل كبيره بعد كده يجيب زغاليل صغيره شويه في الحجم. ديت كلها ما بتفرقش، ان مفيش حاجه اسمها جامبو. ان شاء الله انا معاكم، اشتركوا في القناه عندي، وان شاء الله اي معلومه عاوزين تعرفوها عن الحمام اللاحم الفرنساوي البيوب، انا مش بشتغل ومش بربي غير في الحمام اللاحم الفرنساوي البيوب فقط. اي معلومه تخص الحمامه ديت انا تحت امركم، وكل فيديو ان شاء الله هيكون فيه معلومه جديده، وكلام عن الحمام مش بيخلص ولا هيخلص. وإن شاء الله هنتكلم في العلاجات وفي الحمامة وفي تربيتها وفي سلوكها وفي كل حاجة إن شاء الله. استنونا، وبإذن الله من تقدم لتقدم، من نجاح لنجاح، وثقة في الله نجاح، وبيكم ومعاكم هنكمل وهنبقى 100 100 ونمبر 1 إن شاء الله. السلام عليكم.